مجلس الوزراء وافق من أيام على طرح 1000 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين في 4 محافظات بنظام الإيجار. الوحدات هتكون 75 متر و90 متر، والإيجار كمان هيكون 1200 جنيه للشقق ال 75 متر و1500 جنيه للشقق ال 90 متر. مدة الإيجار بقى هتكون 7 سنين، والتجديد كمان هيكون برغبة الطرفين. وهنتابع طبعا مع حضراتكم أول ما تنزل بشكل رسمي للناس كمان اللي عايزة تقدم عليها. 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة عقارية أول 9 شهور في 2023. الرقم ده رقم كبير، ولازم نفهم دلالاته إيه وأسبابه إيه. هيقول لنا عليها دلوقتي الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا رانيا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة، شايف الرقم ده إزاي؟ 460 بالضبط، وفي خلال فترة ال9 شهور ده طبعا رقم كويس جدا، وانا شايف ان الرقم ده بيعكس ثقة الناس سواء العملاء او المواطنين في القطاع العقاري، لان طبعا زيادة المبيعات دي هي انعكاس لثقة المستثمر او العميل في، خلينا نقول المواطن بشكل عام، في القطاع العقاري، المواطن بشكل عام. صحيح. في القطاع العقاري ان هو يقدر يتحافظ على المدخرات بتاعته. طبعا هناك يعني رغبه قويه جدا في الاستثمار والادخار من قبل المواطن او العملاء، ويمكن ارتفاع مستوى التضخم خلال الفتره الماضيه ده ادى او كان دافع قوي جدا لتسارع المواطنين او العملاء للحفاظ على قيمه المدخرات بتاعتهم من خلال الاستثمار او ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري كنوع من انواع طبعا التحوط ضد التضخم وتاكل قيمه العمله اللي احنا بنشهده في خلال الفتره، التضخم العالمي طبعا على المستوى العالمي واللي بتاثر بيه طبعا معظم الدول العالم ومنها مصر، وتاكل طبعا قيمه العمله امام الدولار. عشان كده المستثمرين دايما شايفين ان الاتجاه الى العقار هو افضل طريقه للاستثمار في الوقت الحالي لحفظ القيمه الماليه بتاعتهم. طبعا يا راني احنا عندنا، انت عارفه احنا عندنا كذا نوع من انواع الاستثمار، عندنا الاستثمار في الذهب، عندنا الاستثمار في العقارات، عندنا الاستثمار في البورصه، وعندنا الاستثمار الامن اللي هو في البنوك. صحيح. يمكن الاستثمار اتجاه الناس الفترة اللي فاتت للاستثمار حتة الاستثمار في العقارات ده كان رغبة من المواطنين عشان تواجه. هل كانت النسبة الأكبر يا دكتور؟ ما نقدرش، هو في يعني هنقول من حضرتك قلت لي إن في 3 يعني طرق للاستثمار، يعني بالظبط هل كانت النسبة الأكبر في الاستثمار في العقارات أو القطاع العقاري؟ من وجهة نظري هي كانت طبعا النسبة الأكبر. ليه؟ لأن طبعا هو وعاء ادخاري، لو أنا بفكر إن أنا أحافظ على قيمة مدخراتي فأنا شايف إن النسبة دي أحسن وسيلة أو من أأمن الوسائل إن أنا أقدر إن أنا أشتري بيها أسل أو أصل. الأصل ده بيزيد سعره مع الوقت، دي أول نقطة. النقطة الثانية طبعا إحنا عندنا في رغبة من الناس أو رغبة من المواطن لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار بوجه عام. وأسعار، وأنت عارفة طبعًا إن أسعار العقارات يمكن الفترة اللي فاتت الزيادات بتاعتها كانت ملحوظة. صحيح. نتيجة هذا التضخم، فده طبعًا ده بيزود الاستثمارات لأن هو بيقلل التكلفة على المواطن في حالة شرائه أو اتخاذ القرار إن هو يشتري أو يبتدي يخش يوجه استثماراته للمجال العقاري. ليه؟ لو أنا بشتري النهارده بسعر مثلا بسعر معين، أنا بعد مثلا شهر في ظل التضخم وحالة عدم الثبات وعدم اتضاح الرؤية خلال الفترة القادمة لمستويات التضخم العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، فأنا شايف إن دي طبعا هتحقق له او هتضمن له على الاقل ان يحافظ على الاستثمار بتاعه. الدكتور محمد راشد، عضو مجلس اداره غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.